سماعة زي هذه موجودة في كل بيت وعند كل مستخدم. طبعا صادف الكثير أن هذه السماعات بتخرب في الغالب بعد وقت، بعد سنة، بعد سنتين، بعد 6 أشهر، لكن الغالبية مننا بعد ما تخرب مباشرة بيرميها. هذه السماعات فيها مكونات إلكترونية تفيد كثير من طلاب الإلكترونيات، هندسة الإلكترونيات، وهواة الإلكترونيات برضه. كيف ممكن نستفيد من هذه السماعة قبل ما نرميها؟ هذه السماعة ممكن نحصل وسطها سماعتين 4 أوم 2 واط. طبعا هذه السماعتين تقريبا قيمتها في السوق إذا جيت تشتريها جديدة تكلفك 10 ريال اثنين مع بعض. برضو ممكن ندخل السماعة هذه نحصل محول كهربائي. هذا المحول الكهربائي يحول من 220 إلى 6 فولت، من 220 فولت AC تيار متردد إلى 6 فولت تيار متردد بقدرة 0.2 أمبير. طبعا هذا النوع من المحولات من المكونات الكهربائية أو الإلكترونية اللي صعب تحصلها في السوق، لأنه استخدامها خاص يعتبر. 220 إلى 6 فولت استخدام خاص يعتبر، لكن هنا حصلتها بكل بساطة وأداها جيد. طبعا برضو في هذه الدائرة الإلكترونية البسيطة فيها حاجتين تهمنا. عندنا هذه مقاومة متغيرة، المقاومة المتغيرة هذه 50 كيلو أوم ممكن نستفيد منها، وعندنا هنا هذا إزرار تشغيل وإيقاف on off button. هذه الحاجتين عندنا تعتبر مفيدة. المقاومة المتغيرة هذه تقريبا سعرها في السوق 5 ريال، وهذه تقريبا سعرها 3 ريال. هذه الحاجات برضو نحصلها بكل بساطة داخل أغلب السماعات. يعني الآن إذا قلنا عندنا هنا 10 ريال قيمة السماعات، والمحول هذا على الأقل 15 ريال، 25 ريال، ومن هنا تقريبا 7 ريال إلى 10 ريال، خلينا نقول 10 ريال، 35 ريال. والسماعة هذه في الأصل سعرها يعني بهذه الحدود 25 30 إلى 40 ريال. عشان كذا إذا كان عندكم سماعة حاولوا تستفيدوا منها قبل ما ترموها. وشكراً.